المسافر اللي عمار بيد الله انا حاول انت بدر اللي تغرته تلعب باير من اول ما نعرفش اخوي بدر اختقوه سكت غمك بقتلت حد باب المحامية ذي اختر صافي شددنا الكل تحت رحمتها وقتيش كيفيش خليها عندي موضوعك يا سهل بدي مين يا اخوات في العائلة ما يفضوا هالك كان واحد من اولادك ولا انت يا اخوكم تعب وانا تنط لعب المحامية كلمت سفيان بتاع الكريمينال يظهر لي تعرف وجه في راس بنتك كيف عرفوا امي وقتلوني انا واخوي انا قلت اللي عندي وانتم ما تو عملوا اللي تحب المهم اللي طلبتني منه مش بتاعك مش كون بعدك في الدار ليلي عندي فلوس اخرى مسمي روحك في التركلر بدر بوكسير بدر معايا شكون معايا الو هذول البوليس اللي كلمته عاود رجع لي في التليفون اش قال اش حب قاعد نسمع فيه على الاقل مش نماك انت يا يعني نحطوا ثقة في المحامية مش ما تكلمش يا نقتلوها وانت تعرف خير مني المشاكل اللي تعجثها واحد اخر معناتها انا في العمر هذايا وليت مرهون في لعب نتاع ذرية تراكس الاستاذة قاتل شفت التسجيل بتاع بنت مبكر وهي تقتل فراجة يا اخي بعثوا لها فصائل رصد في راس ولدي امي ابراهيم ما عادش تسمع حتى كلمة تحب تشوف باير بابا عيطلي امسح دموعك وزمة بهنيس كنجي نشوف البلاد كل جاي من تحت راسك اللي عرفت سي ابراهيم يبان الجهنم تحلت قدامنا كل شيء نجم نسامحك عليه كان حاجه واحده ولد صلوح لا المحاميه اللي حبيت نتغرى
مالا شنو؟ صغير. ايه ما صغير؟ ولد حرام اللي في كرشك. شيا الصغير هذاك؟ عليها فما صغير اخر؟ بابا كان المحامية تتكلم نحبك تبدا سجور، لا انت لا خواتي باش يوصل لكم الطش. كان على حكاية الفيديو تنقول انا قلت لهم الولاد يمشيوا للدب وما فماش عص، خاطر انت ما حبيتش تعطيني فلوس وانا حبيت ننطر مصروفي. وكان على حكاية ولد صلوحة انت ما عندك حتى دخل، ما في بالكش. انا والولاد قتلته خاطر حبيت عدى عليه. والمحامية كيف كيف. معناتها تحب تهزها الكل وحدك؟ انت بيدك قلت كل شيء جاي من تحت راسي، ما فماش علاش انت واخواتي تخلصوا معاي. هكا ثولك انت. انا كي ندخل الحبس تقعد عيط الحاج بكر تضرب تسرع في السوق. اما بابا الله لا يقدر تصير لك حاجه الذيوبه تاكلنا. كان نهار لازمك تختار ما بيني وبين راجلك. اش تعمل؟ انت تعرف انا قديش نحبك. ونحب ابراهيم زادا برشا. اما ما نحبكمش زوز كيف كيف. ما نعرفش كيفاش نفسر لك. اما على خاطرك مستعده نضحي بعمري. اما باش نضحي بابراهيم لا. نسيت ما قلتلكش حاجه، ابراهيم عمره ما مسني قبل العرس، وحكايه صغير ما فهمش منه كذبه لقيناها باش نلويو العصا في يد وتقبل حكايه العرس. ابراهيم عمره ما مسك وحكيت صغير ما فهمش منها. بنت الحاج بو بكر ران. الحمد لله يا ربي. ربيت ولقيت يا اسماعيل. اش فما بابا؟ حتى شيء. هي قولي اش عملت انت؟ ما فما شيء. الجو راكحة. والطفل اللي حطيته قنص قدام الدار. قال لي امه مشات طلت عليه. ما على بالهمش. تقول داخله كلينيك. المحامية فماش ريحتها. هذه حاجة باهية، معناها ما تكلمتش. هي حتى الوقتاش باش تقعد ساكتة؟ سفيان يتصرف عادي، ظاهر ما عنده حتى معلومة. شو نعملوا بابا؟ هاني نعمل في شيشة. عندك اقتراح آخر؟ شنو بابا؟ فما حاجة قاعدة تصير وأنا في بالي بشيء. كالعادة تحب تخرجني من الطرح. عندي ليك خبر دلول. ها؟ اللي دغرك في ساقك تتغر في كرشو. مات؟ قبل ما تسأل مات ولا حياة، ما تحبش تعرف شكون دغرو؟ ما يهمنيش. مات؟ دغرته أختك زينة. كيفاش؟ بسم الله على ولدي. لاجل ويني جاتني خبيتها في الدار، خايفة على روحها مسكينة. خايفة؟ عليه؟ اش صار؟ مش وقت تهول الكلام هذا. انت ارتاح وكي ترجع في فورمة نحكي لك على كل شيء. ماني نعرفك انت تموت على الدوسيات. امي هاك تهنيت عليه، برا روح تفقد المحامي. كيفاش نروح ونخلي ولدي في هالحالة وحده؟ موش وحده، انا معاه. هكا ولا هكا لازمو يرقد ويرتاح من غير ما نزيدو نتعبو. انا مش متحركه من هوني لما يقف ولدي يمشي على ساقية. برا امي، برا تفقد نجلة، تخليهاش وحدها. إبراهيم إيشا سامحني
في باليش لي انتي ريخت في بلاصه المحامي. امي والحاج في بالهم اللي زينا دغرت. ولا كسرت لك حاجه راني قتلت روحي ديريكت. يا اخي نورمال انتي تعبتوا لي قتل ارواح. نعرف مش نورمال. قولي اللي تحب. سبني اضربني كل زمة غيرني سيدي جان سوفري على الخ. شبيك بهيم قلت لك من قبل الحديث خاتيك. خليك في البون يا خير. احنا نلوجوا عليك وانت جيتنا بسقيكة. تلوجوا علي علاش؟ ماذا بيا نعرف فحوى اللي قال لي جمعك بسي سفيان. عسلامة مدام. شكوني هذي؟ نحكي في الخدمة زهر عايشك. دخل في نسال الدار وتقول لي خدمة من وقتاش؟ ماهيش مرأة محامية. على قلة المحامين ما تنجمش تاخو محامي راجلة. زهر يهديك راهو عيب الشيء اللي تعمل فيه. شكون اللي يعمل في العيب أنا ولا أنت؟ باهي أطلع لبيتك تو بعد نحكيو. أنا خدمتك عمري ما دخلت فيها. أما ساكي ما هكا تدور في داري هذي عمرها ما صارت. زهرة خليني نكمل وبعد تو نفسر لك كل شيء. وراسك موضوع متاع خدمة. باهي مالا مادام طلعت خدمة تنجمو تحكيو. تفضلوا تكلموا. زهرة أطلع لبيتك. مانيش طالعة. تو كلت فما حاجة أنا مش نجيبها للدار وأمي معقولة. البرة من الدار ما يهمنيش فيك. أما هوني في داري ما يحكم فيا حتى حد والأشكال هذو ما منحبش نراعو. مادام كان يريحك نجمو نقعدو نحكيو قدامك في الخدمة فما حتى مشكل هكا ولا حاجة. يا أستاذة زين نشخش بمرتي بحكايات فارغة. تشخشبت وفيت خليها تتكلم. بابا كان تحب أطلع أنت والحاجة لفوق وتنشوف أنا مع الأستاذة. أستاذة والله وقت طلعت مغرومة بالفصايل. هاكم نسبينهم انتم. ما يلزك على المر. خليني نقول لك الكلمتين اللي جيت على خاطرهم توصلهم لبوكم بعد نمشي على روحي. أنا اللي نعرف الكل كتبته بخط يدي في ورقة. وصيت شكون إذا كان صارت لي أي حاجة هز الورقة ديك لسفيان. أنا نحب نعمل مشاكل للعبيد ولا نحب شكون يعمل لي مشاكل. نحب نرجع لخدمتي وداري ويا ناس ما كان باس. Thank you.